تخيلوا حضراتكم وصلت لإيه؟ وصلت، معرفش الفيديو ده جاهز ولا مش جاهز، بتاع المصيف بتاع النادي الأهلي يا شباب، عندكم جاهز ولا مش جاهز؟ يا سمير. طيب، لغاية لما يجهزوا الفيديو ده، النادي الأهلي أعلن عن حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة واتعمل فيها جهد كبير جدا 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 خلال الفترة اللي فاتت، إن هيبقى في مصيف في مارينا بشاطئ خاص لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي فقط. فلما أعلن النادي الأهلي عن الموضوع ده، طبعا الناس إيه؟ ما أنا بقول لحضراتكم، هي التخبيط في كل الاتجاهات ومن كل الاتجاهات. الناس قالت لك الله، ده في نجاح بيحصل أهو، إيه ده؟ هم هيودوا الأعضاء الجمعية العمومية مارينا؟ أنا بس هوريكم أهو، ده المنظر اللي حضراتكم شايفينه، ده دي صورة. قال لك الله، هو احنا مجلس الإدارة ده عمل كده فعلا؟ لا، تعالوا بقى نخبط فيه شوية. يا جماعة ده بيحصل بجد، بيحصل بجد. المهم خليني أحكي لكم القصة واحدة واحدة، وإحنا بنتفرج على الصور دي الواحد عايز ينزل البحر ده والله. ماشي، الصور اللي أمام حضراتكم دي هي صور لمصيف النادي الأهلي في مارينا في الساحل الشمالي، وده مدخل الفندق وحاجات جميلة جدا هتتفرجوا عليها. وبالمناسبة القرعة بتتعمل دلوقتي أو النهاردة، كانت الساعة 9. وبالمناسبة وأنا بتكلم معاكم عن القرعة، أي واحد بيروح بيشتري استمارة، بيشتري الاستمارة دي علشان يحط اسمه واسم الناس اللي هتطلع معاه، فبيدفع 100 جنيه. عارفين قالوا ايه؟ ما هم مش لاقيين بقى. ما هو بصوا حضراتكم، المنظر اللي قدامكم ده منظر المصيف بتاع الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في مارينا، فمش هتقدر تطلع فيه عيب، فلازم اسخن اعضاء الجمعيه العموميه باي طريقه. ده الاوتيل غير الشاطئ، خلي بالكم، في اوتيل وفي شاطئ، هو بعيد عنه شويه ولكن لا قريب. طيب قريب، خاص بالاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي فقط، اهو ده الشاطئ اللي امام حضراتكم. فالمهم بقى لما لقوه مجانا ولقوا الاسعار كويسه ولقوا المنظر اللي امام حضراتكم ده، عملوا ايه بقى؟ هيسكتوا؟ لا مش هيسكتوا، ده الاوتيل من الداخل، خطه ممنهجه لضرب الاستقرار داخل النادي الاهلي خلال هذه الفتره في الصيف القادم، لان من الواضح واللي حضراتكم شايفينه بالصور اللي حضراتكم شايفينها دي، ان هيبقى في مجلس الاداره شغلته ان هو يعمل حاجه يستفيد منها اعضاء الجمعيه العموميه. فمجلس الاداره اللي موجود بيعمل افضل حاجه يقدر يعملها، فعمل المصيف اللي حضراتكم شايفينه ده. المهم خليني بس اخش لكم في الموضوع، لان انا قعدت اضحك ما صدقتش. فكل واحد بيكتب الاستماره بيدفع على الاستماره دي 100 جنيه. خلاص؟ ده طبيعي بيحصل في كل حته وفي كل الانديه. فلما دفعوا ال 100 جنيه، الناس بقى اللي عماله تخبط في كل الاتجاهات في النادي الاهلي عملوا ايه؟ قال لك بص، لموا من شوف 100,000 واحد بقى دخلوا العضويه او دخلوا عايزين يروحوا المصيف، لموا من كل واحد فيهم 100 جنيه في بتاع، خدوا مليون ولا مليون ونص حطوهم في الخزنه وضحكوا على الناس. انا بقول لكم بمنتهى الصراحه اهو الكلام اللي اتقال، ما يعرفوش ان الموضوع مش كده. الموضوع يا جماعة ان ال 100 جنيه دي حضرتك بتدفعها كعضو في الجمعية العمومية للنادي الاهلي كاستمارة، خلاص؟ القرعة اللي بتقام من شوية، او يعني لو جالنا صور وفيديو هنوريه لحضراتكم، فالقرعة دي قالت سين وصاد وعين. سين وصاد وعين دول كذبوا في القرعة. هيقعد 10 ايام في الاسبوع الاول مثلا من شهر 5. خلاص؟ فهيدفع 1000 جنيه، مثلا انا بقول مثلا. 1000 جنيه. فال 1000 جنيه دي بيتخصم منها ال 100 جنيه اللي حضرتك دافعها لاستماره. فبالتالي اللي هيتبقى عليك 900 جنيه مثلا، انا ما اعرفش الارقام كام. تخيلوا حضراتكم، واللي كمان ايه؟ لا خد بالك هكمل لك. نجح 10,000 وفي 90,000 او 80,000 ما نجحوش. بياخد ال 100 جنيه بتاعته في ساعتها. عيب يا جماعه على النادي الاهلي، مش كده. مش النادي الاهلي اللي يتقال عليه كده ولا يعمل كده، عيب. النادي الاهلي اكبر من الكلام اللي حضراتكم بتقولوه.
ده لو في لعيب في النادي الاهلي، وهربطها لكم بالكوره، لو في لعيب في النادي الاهلي مشي وما خدش فلوسه، بيتلاقي الكابتن ماهر عبد العزيز بيكلمه او فلان او علان او ترتان، انت ليك مبلغ 100 جنيه 200 جنيه 500000 600000 تعال خده. تقول لي 100 جنيه عيب عليكم، الكلام اللي بيتقال ده عيب. ما هو خلي بالكم هو عايز يعمل ايه؟ اي حد عايز يعمل ايه الفتره دي؟ عايز يخبط، عايز يفرق. ما هو شايف اعضاء مجلس اداره متلاحمين مع بعض، فيدخل لك موضوع كده ايه تبتدي تسخن عليه. جمعيه عموميه واثقه في مجلس ادارتها، فازاي ازاي بقى الناس ساكته والناس ماشيه بشكل كويس، في بعض هنا بيحصل كذا 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 كذا، ازاي الانشاءات؟ هنتكلم في الامور دي خلال البعث ان شاء الله، ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. فانا رسالتي لحضراتكم لاعضاء الجمعيه العموميه، خلي بالكم من الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه صعبه جدا. وبالمناسبه في 1000 جنيه تامين كمان، ده انا نسيت اقول لكم على 1000 جنيه التامين. ال 1000 جنيه التامين دول، طيب لما بدات الناس تتكلم في موضوع ال 100 جنيه ده وعرفوا الحقيقه فسكتوا، قال لك طيب ال 1000 جنيه، وكل ده موجود على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي بتخبط في اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او في مجلس اداره النادي الاهلي. ال 1000 جنيه التامين اللي بتدفعها حضرتك وانت خارج من الاوتيل بتاخد فلوسك، بتاخد ال 1000 جنيه التامين، اي حد بيروح في اي اوتيل بيدفع تامين، ولا ده ما معروف؟ معروفه طبعا. فهتاخدها وانت ماشي، هل دي فيها مشكله؟